انتم تسمعوا دابا راديو جسور أرسل المغيلات إي راديو جسور. شحال من واحد فينا سول والديه ولا تسأل على كيفاش تولدنا؟ شحال من واحد فينا كتخلعوا كلمة جنس؟ نقدروا نقولوا عداد ديال المغاربة، فوخا أن الجنس حاجة عادية ما نقدروش نتخلاو عليها باش تستمر البشرية على الأقل، كيبقى المشكل أننا كنخلطوا ما بين جوج ديال المصطلحات، الجنس والثقافة الجنسية. زعما باش يوصل واحد سيغطان ناس يقولوا لي زعما راه فوالا عندك خدمة هادي عندك خدمة هادي اكسترا. راه كنهضروا على جوج ديال المصطلحات، التربية وكنخوصوها في الجنس. الطريقه باش غايشوف واحد الجلسه ديال المراه ماشي ضروري غادي يتيروا في اي وقت وفي اي مكان. التربيه على الممارسات وعلى التوجهات الجنسيه، شنو هما لي كومبورتمون اللي خصهم يكونوا ولا ما خصهمش يكونوا في لي اكسبيريونس سيكسويل ديال الواحد. كيف ما كنسمعوا كاين بزاف ديال الافكار اللي ما مضبوطاش، والاعلام كيلعب دور كبير في هذا الشيء حيت ما كيناقش هذا الموضوع في بزاف ديال الاوقات اللي كيخليه ما كيصححش هذه الافكار. هذا الشيء كيخلينا كنضروا في حلقه مفرغه كما كنقولوا الا بغينا نتقفوا جنسيا، فالمجتمع طاغي عليه ثقافه الصمت ووالديك حشومه وعيب وعار تهضر معاهم في مواضيع متعلقه بالجنس. انا ما كنظنش انا عندي ثقافه جنسيه 100% ولا، ولكن مازال خصنا نتلقنوا بزاف ديال الحوايج اللي مازال ما عارفينهمش. راه كاينه ثقافه جنسيه في الدين، غير حنايا بحكم التقاليد ديالنا وحشومه حشومه حشومه ولا عندنا داك الشيء صافي هربنا عليه. مازال تبعنا شوط طويل الا بغينا نخلقوا مجتمع مغربي مثقف جنسيا، وما دمنا الشعب ما كيتبناش فكره واحده او توجه واحد في هذا الاطار فالاعلام بوحدو ما كافيش. مكتب سونغيجيا للدراسات وبشراكه مع ليكونوميست اكد ان 55% من المغاربه كيأيدوا تدريس التربيه الجنسيه في المدارس. من جهه اخرى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بدات كتلقى تفاعل مؤخرا. كنلاحظ بلي كاين تفاعل كبير، حيت مثلا في العدد ديال لي فولورز كاين لحد الان كاين 10,000، دونك عدد كبير بزاف. ومن ناحيه التفاعل في الستوريات كاين على الاقل واحد المعدل ديال 1000 حتى 1500 كل نهار، ومن غير هذاك الشيء حتى في لي بوست العاديين في الفيلد داكشياليتي كاين دي كومونتير دي لايك وداك الشيء، وبنادم كيتناقش في المواضيع. بديت هاد الصفحه هذه على التربية الجنسية حيت حسيت بلي كاين بوزوان عند الشباب المغاربة والشابات، لقيت بلي عندهم مشكل وسوء فهم في بزاف تاع المفاهيم ديال الجنس. صفحة بحال هكا اللي لقوا فيها بنادم كيفاش يعبر على الجنس اون جينيرال، كيفاش يعرف معلومات على الجنس بصفة عامة. دراسات ومجهودات وتنديدات بالتغيير، لكن الواقع ديالنا كيبقى نفسه لحد الان، اللي كيخلي المواقع الاباحيه هي اسهل وسيله بالنسبه للشباب، الا ان معظم الفيديوهات فيها ما عندها حتى علاقه بالثقافه الجنسيه او الجنس، بل كتكرر سلوكات جنسيه عنيفه غير صحيه وغير صحيحه بتاتا. هذا المحتوى يدخل في اطار منح مشروع راديو آبك المجهز بشراكة بين بوابة الجسور، منتدى بدائل المغرب، ودوج فيلا أكاديمي. ضمن برنامج شباب لايف الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، راديو امباكت صوت الشباب المغربي من كل الجهات. لا راديو جسور، لا راديو جسور.